اهلا وسهلا بكم من جديد، واهلا بضيوف الكرام الدكتور سليمان الحربي والاستاذ هشام الغنام والدكتور جاسر الحربش والدكتور عبد السلام الوايل. والى موضوعنا الجديد. يبدو لقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الروسي سيرجي لافروف لافتا، خصوصا في ظل التصريحات التي عقبت، إلا أنها لم تخفي عدم الاتفاق بين البلدين حول الملف السوري. تلميحات لافروف أيضا كانت لافتة حين قال لا وجود لخلافات لا يمكن تجاوزها، فيما شهدت العلاقات السعودية الروسية أخيرا تقاربا أكبر، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق حول إنتاج النفط والذي أثر بشكل كبير في الأسواق العالمية واستقراره وأسعاره. دكتور جاسر، يعني أنا بالنسبة لي السياسة الخارجية السعودية أنا أشوف أنها تغيرت خلال السنوات الماضية. يعني أنا كنت أرى أن السياسة السعودية دائما سياسة موقف واحد، عندما يكون هناك خلاف في موقف معين فيكون فهذا الموقف يضع بصمته على كل الملفات الأخرى مع أي دولة خلال العقود الأربع الماضية. الآن لافروف قال في المؤتمر الصحفي اللي جمعه مع الجبير أنه لا يمكن، ليس هناك خلاف لا يمكن تجاوزه. هناك خلافات في سوريا، لكن هناك أيضا نقاط مشتركة مع السعودية في نقاط أخرى. كيف تقرأ هذا التصريح؟ أولا دينامية السياسة الخارجية السعودية تحكمها دائما الأحداث التي تجري فيها ومن حولها. الأحداث التي جرت منذ 2003 حتى الآن أحدثت تغييرا ضروريا في السياسة السعودية، والدليل على ذلك الأداء المتميز للمرحوم سعود الفيصل في سنواته الأخيرة تجاوب مع الأحداث، كلنا نتذكر ذلك. ولحسن الحظ الآن عندما يلتقي وزير خارجية روسيا الإنسان المتمكن في حضوره الشخصي واستيعابه لمصالح بلاده وللسياسة العالمية مع إنسان آخر متمكن في حضوره الشخصي لمصالح بلده واستيعابه للسياسات الدولية وشروطها. يجب أن نأخذ الكلام الذي يقال في أي مؤتمر أمام الصحفيين وأمام شاشات العالم على أساس أنه يحمل توجه حقيقي لما سوف يتم بين البلدين. طبعا العلاقات السياسية تحكمها عدة أشياء. مثلا بالنسبة لروسيا المكون الإسلامي في روسيا ليس بسيط، في حدود 20 إلى 30 مليون نسمة، وتعرف أن المرجعية الإسلامية كمركز روحي بالنسبة للعالم الإسلامي هي المملكة العربية السعودية، وهذا يهم روسيا جدا جدا، والسعودية يهمها ذلك المكون الإسلامي في روسيا. الشيء الثاني أن التنويع الاقتصادي والثقافي وتحسب لحسابات الزمن وتغيرات الأحلاف، هذا شيء تدركه روسيا منذ زمن بعيد، والحكومة السعودية ممثلة بوزير خارجية الشاب المتميز تدرك هذا الشيء كذلك. وبدون نقطة أخيرة، بدون التفاهم الروسي السعودي بالذات كأحدهما مشارك فعلا في السنتين الأخيرتين في الأحداث في سوريا بالذات، والآخر يعاني من الأحداث ولكنه يحاول دائما أن ينأى بنفسه عنها، بدون التفاهم السعودي الروسي المشاكل في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تحل. الحضور الأمريكي في 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 مشاكل الشرق الأوسط أنا بالنسبة لي غير مقنع مثل الحضور الروسي. روسيا لديها أوراق أفضل في منطقة الشرق الأوسط. جميل هشام، دائما نقول ان عربة الاقتصاد هي من يقود السياسة عادة في كل التحالفات الدولية. العلاقة السعودية الروسية النفطية في حال نجاحها ووصولها الى مرحلة ترضي الطرفين، ترضي روسيا وترضي السعودية خلال السنوات المقبلة، يعني هل تعتقد ان هذا الامر سينعكس على سلوك روسيا كراصد لما يحدث في تجاذبات في سوريا، سلوك روسيا في سوريا؟ لا طبعا ما أعتقد ذلك.
يعني هو جزئيا يفسر يعني أكيد أنه عامل مهم ورئيسي، بس أنا أعتقد لابد من تفكيك العلاقات الروسية السورية حتى نفهم يعني هذا التعنت الروسي. يعني أول شيء، أول رسالة تريد إيصالها روسيا للعالم أنها حليف لا يترك حليفة حتى لو كان بسوء دموية وحشية بشار الأسد. هذه رسالة مهمة تريد روسيا إيصالها للعالم، لأن هذا ينعكس حتى على بقية دول المنطقة. ثاني رسالة لا تكون سابقة في تغيير الأنظمة. يعني روسيا ترى نفسها أنها خسرت معمر القذافي وخسرت صفقات سلاح مع ليبيا، فلا تريد خسارة النظام السوري بالمثل. الأمر الثالث أنها في قواعد، في قاعدة روسية مهمة في طرسوس وفي تواجد في الميديتيريان لروسيا، لا تريد خسارة هذا. والأمر الرابع اللي هو العامل الاقتصادي تفضلت أنت بذكره، اللي هو روسيا حريصة أن يبقى سوق النفط للشرق الأوسط مشتعلا عموما حتى يبقى سعر النفط في حدود معينة، وحتى تتحكم في أسعار، حتى لو كان في بايب لاين، خطة لبايب لاين يكون لها جزء يعني دور في تشكيل هذه الخطة المستقبلية. طبعا أنا لازم أرفق أن أقول فيه هذه كلها ممكن تنحل في شرطين أساسيين. روسيا ممكن إذا أنت قدمتها ممكن تفك الانغلاق السياسي هذا معها. الشرط الأول أنها أن روسيا أن الرئيس القادم لسوريا يأتي بالتفاوض لا يأتي بالعنف، هذا شرط روسي أساسي. الأمر الآخر الحفاظ على مصالح روسيا في سوريا، وأنا أعتقد أن زيارة وزير الخارجية السعودي في هذا السياق، لذلك قال أن كل الملفات ممكن التفاهم عليها. هذه الشرطين ممكن المملكة تساعد في تقديمها وبقية الدول اللي تريد إزاحة بشار الأسد من حكم سوريا. دكتور عبد السلام، أنا بعكس السؤال اللي سألته لهشام الغنام، أنه هل ممكن التشابك السعودي الروسي في سوريا يؤثر على الاتفاق السعودي الروسي في مسألة النفط؟ هل ممكن أن يطيح بالاتفاق السعودي الروسي في مسألة النفط؟ هو في واضح انه في محاوله جاده يعني مستمره لفصل الملفين، انه في اختلاف كثير كبير يعني في الملف السوري، ولكن يعني تصعيد او استمرار التفاهم في الملف النفطي. تصريح سمو ولي العهد انه يعني نحاول اقناع روسيا بانه احنا حليف افضل لها من ايران، يعني وبالتالي مصالحنا مع روسيا في هذا الملف بالذات لا يمكن نحافظ على السعر المشتهى للنفط بدون تعاون مع قوة كبيرة في إنتاج النفط خارج أوبك مثل روسيا. لكن إذا سمحت لي أني برجع للتصريح نفسه حق لافروف أنه لا يوجد قضايا لا يمكن، بصراحة أنا جزء من الذين لا يصدقون الخطاب الروسي فيما يخص الأزمة السورية منذ أن نشأت الأزمة السورية إلى اليوم، والروس مستمرين في إعطاء تصريحات لا تبين سلوكهم المتشدد في دعم نظام قائم على قمع شعبه وتهجير الملايين وقتل مئات الآلاف واستخدام حتى الأسلحة العلمية. فالكلام الروسي شيء والسلوك الروسي شيء آخر، ويبدو أن الروس يفعلون هذا ذلك يعني عن عمد لأنهم لا يستطيعون أن يبررون سلوكياتهم، فيتبنون خطاب تصالحي لفظي تصالحي فيما نهجهم للأسباب اللي ذكرها هشام، في نهجهم مصر على أنه لا يمكن أن يتخلوا عن نظام متهاوي مثل نظام بشار. جميل. دكتور سليمان، كان في حديث كثير عن زيارة لروسيا يقوم بها الملك سلمان، وأيضا زيارة لبوتين للرياض خلال الفترة الماضية، لم تتم هاتان الزيارتان حتى الآن. هل لهذا الأمر علاقة بالعلاقة السعودية الروسية وأنها لم تنضج بعد بحيث تكون هناك زيارة ملكية سعودية إلى موسكو أو العكس؟ أنا أتوقع الزيارة الأخيرة لمعالي الوزير تسير في هذا السياق، أن تقريب موعد الزيارة. ولكن أنا أود أرجع للتصريح نفسه. التصريح أنا لي قراءة على محورين، محور سياسي ومحور اقتصادي. وكان الوزير الروسي يقول ما لا تدركه السياسة يدركه الاقتصاد، أو إحنا مختلفين سياسيا لكن ممكن نتفق اقتصاديا، وهذا لا يمنع. يعني إذا المحور السياسي، روسيا وليثة الاتحاد السوفيتي، معترفين بالعلاقات معنا من العشرينات ميلادي، من 1920 تقريبا، من أول الدول اللي كان بينه وبين، نعم يعني أو من أول الدول اللي كان بينه وبين تبادل دبلوماسي. صحيح. واعتراف سياسي. فيه دول مثال على ما لا تدركه السياسة يدركه الاقتصاد. تايوان ما لها سفارات بالخارج، لها مكاتب تجارية، ومن أنشط الدول اقتصاديا مع نظيراتها في الدول الأخرى، وحتى بعض الدول اللي تعاون عندها ميزان تجاري عالي جدا تبادله مع تايوان. يمكن عشان الصين، عشان وليكن يعني هذا سبب، لكنه ما منع من التبادل الاقتصادي. يعني أنا أعتقد أنه
حتى انعكاس الاتفاق السعودي الروسي النفطي على الأسواق وعلى الأسعار وعلى الانتعاش. ما نغفل برضو يمكن موضوع إيران والغاز، لأنه روسيا ملف الغاز طبعا مهم جدا وهي يدها طولة في أوروبا، وإيران ثاني أو ثالث بلد تنتج الغاز في العالم. فأيضا هناك يعني تجاذبات في الملف هذا، وأتوقع هيكون فيه تقارب أو زيارة على مستوى عالي جدا بين روسيا والسعودية. جميل، إلى فاصل قصير ثم نعود لكم.